انا رجعت كنت غادر، كنت خدام مع واحد الشركه في هذه الاشهارات وداك الشيء. دابا نطلع لكم شي مره في يوتيوب. سو ما غاديش نطول عليكم، علاش كنت غادر وشنو كنت ندير هذاك التخربع كامل. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم كيفاش ديروا تقادوا بيس جيتار. هذا واحد الكيت صيفطوه ليا بانغود، وغادي نخلي لكم ليا تحت في الديسكريبسيون اللي بغا يشريه باش يقاد بيس جيتار ديالو. المهم تعطيوك معاه كل شيء اللي تحتاج. هذا غادي نسميوه النيك، هذا سميتو البادي. اول حاجه غادي نديرو غادي نلصقو النيك مع البادي، زعما نلصقو العنق مع الجسم ديالو. حتى هاد اللعبة هادي صيفطوها ليا بانغود، غنوريكم شنو فيها. واحد طوبوفيس إلكتريك، وفيها واحد اللعبة باش تقلب واش شي بلاصة فيها الضو ولا لا، باش تقلب واش شي بلاصة فيها الضو باش تبقى تسمع. غادي ناخدو بحال هاد اللعيبات، غنديروهم هنا من القدام، من بعد نبرونشيو هادي من تحت. دابا غادي خاصني نلصق البريدج، سو غادي خاصني نحسبو من هنايا حتى لهادي رقم 12، فيها 43 ديال السنتيم. سو غادي نعاودو نديرو المترو في هاد رقم 12 ونعبرو هنايا 43 سنتيم ونلايك. بعد ما خشيت هذاك الخيط ديال الجراوند من هذيك التقبل اللي درت، دابا غادي خصني نسديها هنايا في هاد البلاصه، نخلي قد هكا نستعملو النقاط ديال البنايه. غادي نخشيو بحال هكا وغادي نبداو نلويو. كيف ما تشوفوني لصقت لي كورد كيف ما وريتكم قبيله في البارت 2 ديال هذا البيلد هذا. غادي نصبغ هذا بالكحل، غادي نزيد ليه هذوك اللعيبات اللي تيصبغو فيهم السنطا وات ايلس. المهم نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، و غادي نخلي لكم كاع لي لين ديال هادشي اللي استعملت في الديسكريبسيون تحت. و تهلاو، سي يو، بيس.